السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوتي الكرام، أخواتي الفاضلات، معكم مصطفى صادق. واحدة من الخطوات المهمة جدا في مجال البحث العلمي هو كيفية قراءة البيبرات أو الأوراق البحثية العلمية المنشورة سابقا، وطبعا طريقة القراءة وكيفية القراءة والوقت المستغرق للقراءة يتوقف على الكثير من الأمور. بداية طبعا يعني كباحث مقبل على فد موضوع جديد، حصل على فكرة معينة من أجل البحث فيها من المشرف أو من أحد الزملاء أو من يعني مكان معين، وأحب أنه يقوم بالاطلاع على هذا الموضوع. فبالبداية طبعا يعني بشكل طبيعي يذهب إلى جوجل سكولر أو ريسيرش جيت أو أي مكان آخر، يكتب العنوان البحثي أو الكلمات المفتاحية التي يبحث عنها، ستظهر له الكثير من البيبرات. الآن سنفترض أنه هو حصل على مجموعة من هذه البيبرات وبدأ يريد البحث في هذا المجال. مبدئيا مثل ما ذكرنا، يعني إذا كنت لا تعرف ماذا تريد، لا تعرف ما الذي تبحث عنه، فقط عندك مجموعة من البيبرات تريد أن تقرأها وتعرف يعني أساسيات الموضوع. فالفكرة الأساسية هو أنه تعمل عملية السكيمينج. السكيمينج اللي هو يعني المسح السريع للبيبر، اللي هو الذهاب مباشرة يعني أما قراءة الأبستراكت، السكشن الأول والثاني من الانترودكشن، نظرة سريعة على الميثود، نظرة سريعة على المعادلات، والقفز مباشرة إلى الكونكلوجن والفيوتشر وورك، فقط من أجل معرفة فكرة عامة عن البيبر. بعد هذه يعني البيبر تقرأها طبعا في البداية، هذه فقط في عملية مرحلة السيرفي أو استطلاع البيبرات الموجودة. تقرأ البيبر الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، العاشرة بنفس الطريقة. بعد ذلك طبعا إذا وصلت إلى مرحلة معينة واستقريت على موضوع معين وأدركت بأنه هذه البيبرات هي التي ستكون مفيدة لك، أيضا تستطيع بتلك الحالة يعني الاطلاع على هذه البيبرات بطريقة أخرى، يعني بشكل أفضل مع تفاصيل أكثر وأيضا يعني بإعطاء وقت أكثر. بصورة عامة أيضا يعني النصائح اللي نصرون بها أنه كيفية how to read the scientific paper، طبعا هذا يعني الدليل أو الجايد منشور في النورث سنترال يونيفرسيتي لايبراري، يعني أغلب الجامعات توفر هذه المصادر لطلابها، يعني كيف تجد الريسيرش توبيك، determine the information needs، scholarly research، preparing the research، reading the scientific paper، يعني كل هذه الخطوات موجودة. هذا إن شاء الله الرابط راح يكون موجود أسفل الفيديو من أجل يعني الاطلاع على بقية الخطوات، واللي أيضا إذا حبيتوا أي واحدة منها أنه نشرحها بشكل مفصل باللغة العربية راح يكون هذا الشيء أيضا من دواعي سرورنا إن شاء الله. مبدئيا مثل ما ذكرنا، أول خطوة بعد ما وجدت بيبر معينة وأنت لحد الآن غير متأكد أنه هل هي ستفيدك في بحثك وعملك أو لا، تعمل عملية السكيمينج، اللي هو يعني يجب أن تأخذ هذه العملية اللي هو المسح السريع فقط عدة دقائق، بأن تذهب يعني مباشرة يعني فقط يعني ما تتوقع معناته أنه أنت راح تستوعب يعني المقالة أو البيبر بشكل كامل، وإنما فقط تريد تعرف الفكرة الرئيسية من عندها وهل هي ستفيدك في بحثك أو لا. مباشرة تقفز إلى الكونكلوجن أو الفيوتشر وورك أو الدسكشن في النهاية وتفتهم من عندها يعني شنو اللي موجود في هذه البيبر. بعد ذلك طبعا ممكن انه تعمل عمليه جراسب ذا فوكابولري، اللي هو يعني عمليه استيعاب المفردات الموجوده في البيبر. يعني طبعا دائما في كل مجال بحثي في كل يعني تخصص دقيق هناك مجموعه من الفوكابولري اللي هي المفردات يعني المتكرره بشكل كبير جدا او الكي ووردز خلينا نقول الموجوده في هذا البحث، ايضا تحاول انه تفتهمها يعني من خلال هذه البيبر. اللي ما تقدر تفتهمها بهذه البيبر تقدر تخليها في جوجل تبحث عن معناها، تقدر تبحث عنها في بيبرات أخرى، تقدر تقرأ كتب أيضا من أجل فهم هذه الفوكابولاري. بعد ذلك حاول أنه تفهم الستركتشر أوف ذا أرتيكل، اللي هو هيكل المقالة أو هيكل البحث العلمي أو هيكل البيبر على مود تقدر تفهمه. أغلب البحوث هي مكتوبة بهذه الطريقة اللي هي يسموها الـ IMRD Structure، اللي هو تبدأ الانترودكشن، الميثود، الريزلتس، وكذلك بعد ذلك الدسكشن. هذه طبعا كلها بعد الابستراكت. الابستراكت يعني واضح من عنده، هو فقط يعطيك الفكره الاساسيه عن هذه البيبر، الاهداف الرئيسيه من عندها، مقارنتها مع البيبرات الاخرى، وبعض الاحيان يضعون يعني بعض النتائج الرقميه انه مثلا احنا حققنا 50% افضل من البحوث السابقه، مثلا زيدنا فد مقدار معين بمقدار كذا. هذا فقط يعني فد ملخص بسيط جدا. الانترودكشن طبعا هو المقدمة العامة، معلومات أساسية عن الموضوع، لماذا اخترنا هذا الموضوع، ما هي المشاكل الموجودة في البحوث السابقة. الميثود اللي هو الطريقة اللي انت يعني اتبعوها الباحثين في كتابة البيبر مالتهم، وكذلك يعني الطريقة الرياضية السيميوليشن الى اخره، يعني شنو الطريقة اللي اتبعوها. وهنا طبعا يجب ان يميزون بحثهم ولماذا هو افضل من غيره. هنا يعني يجب ان تبحث عن النقاط الرئيسية المهمة في هذا البحث اذا اردت ان تستخدمه في عملك الحالي او المستقبلي. بعد ذلك تذهب الى results، وضروري جدا انه تتبع الاكسبيرمنتس اللي قاموا باجرائها او simulation على مود تتاكد انه الفرضيات اللي افترضوها هي فرضيات صحيحه وليس هناك فد مشاكل معينه. اخيرا طبعا يعني ترجع على الكونكلوجن تقراها مره ثانيه في هذه المرحله من القراءه،
وايضا تحاول انه تركز على مساله الفيوتشر ورك او الفيوتشر دايركشنز، اللي هي دائما تفيدك في اقتراح في افكار جديده تستخرجها من البيبرات السابقه، ممكن انه تكون هي شغلك الحقيقي اللي راح تبدي به. بعض الاحيان ايضا ينصحون انه تقرا البيبليوغرافي والريفرنسز، هذه يعني المصادر، تعرف انه مثلا شنو المصادر اللي يعتمدوا عليها، هل انه مصادرهم قديمه جديده، من ما هو مصدر هذه المصادر، يعتمدوا على كونفرنسز مؤتمرات او جورنالز، واذا كانت جورنالز فهل هي جورنالز يعني معروفه ومعتبره او انه هي جورنال عاديه يعني. بعد ذلك حاول انه تعمل reflect on what you have read and draw your own conclusions، حاول انه تعمل يعني تنطي افكارك الخاصه او انعكاساتك عن هذه البيبر اللي قراتها، وتن يعني تخرج باستنتاجات معينه عن هذه البيبر. دائما خلي في بالك انه كل بيبر مكتوب حتى اذا كانت منشوره في ارقى الاماكن هي عمل بشري لا يخلو من الاخطاء. فهنا ايضا هنا راح يجي الريفلكشن الخاص بك والكونكلوجنز الخاص بك، انه مثلا هذا العمل هم ركزوا على ايجابياتهم، وهو اكيد شيء اكيد يعني في كل البيبرات هم راح يحاولون انه يركزون على افضل ما لديهم، وطبعا يحاولون انه يقوم باخفاء السلبيات او الريستريكشنز او القيود او المحددات الموجوده في عملهم. فانت هنا دورك كباحث انه شلون تقدر تبحث عن السلبيات الموجوده في شغلهم على مود تقدر تستثمرها وتصححها وتعدلها في شغلك انت المستقبلي. هنا ايضا يجب ان تحاول انه تسال هذه الاسئله لنفسك، هل انه انا صرفت الوقت الكافي لفهم هذه المصطلحات الموجوده في هذا البيبر؟ هل انه انا قضيت وقت طويل جدا او قليل جدا في الاشياء المهمه او الغير مهمه في البيبر؟ Do I have any reason to question the credibility of this research؟ هل لدي فد سبب كافي يجعلني اشك في صلاحيه او وثوقيه هذا البحث؟ وهنا طبعا هذا السؤال يجب ان يساله لنفسه كل باحث عندما يقرا كل بيبر منشوره في اي مكان، مهما كانت الاسماء قويه للمؤلفين او الباحثين، مهما كان المكان المنشوره فيه بيبر قوي وممتاز، دائما ممكن انه تجد في ثغرات معينه في البيبر، مو شرط تكون هي يعني اخطاء عند الاخرين، وانما ممكن تكون ليميتيشنز، فد قيود او فد محددات معينه في شغلهم تقدر تستفيد منها وانت تقوم بانتاج فد شغل جديد افضل من عندهم. What specific problems does the research address and why it is important؟ ما هي المشاكل الحقيقية التي قاموا بالتحديث عنها في هذه البيبر؟ ولماذا هي مهمة؟ أيضا يعني تحاول دائما أنه مو شرط تكون كل البيبرات اللي تقرأها مهمة لبحثك أو مهمة لفكرتك اللي أنت تبحث عنها. How do these results relate to my research interest؟ يعني كيف أنه هذه النتائج في هذه البيبر لها علاقة بعملي البحثي؟ هذه دائما حاول أنه تجد أجوبة لهذه الأسئلة في بالك. اخيرا بعد ما كملت كل هذه الامور حاول انه تقرا الارتكل او البيبر مره ثانيه، ولكن هذه المره ان كرونولوجيكال اوردر، يعني بتسلسل يعني طبيعي من الابستراكت الى الانترودكشن الى الميثودز ريزلتس كونكلوجن اند فيوتشر ورك، واخيرا بالبيبليوغرافي والريفرنسز. تقراها بشكل متسلسل هذه المره مع اعطاء وقت اكثر والتركيز على فهمها بشكل افضل. هذه طبعا اغلب الاحيان هي الطريقه المتبعه في قراءه البيبرات، ولكن ايضا يجب يعني يجدر الذكر انه قراءه البيبرات للاغراض المختلفه يتم بطريقه مختلفه. يعني اذا كنت تقرا بيبر من اجل فهم موضوع معين فاكيد تروح على الابستراكت بدايه الانترودكشن والكونكلوجن فقط على مود تعرف انه هذه البيبر مفيده او غير مفيده لشغلك. اذا اردت انه تفتهم الموضوع بشكل كبير جدا اكيد لازم تروح على الميثودز او الطريقه او السيستم موديل او الطريقه اللي هم استخدموها في شغلهم، ومن خلالها ايضا تستطيع معرفه المصادر اللي يعتمدوا عليها، وممكن انه المعادله اللي ما تفتهمها بالبيبر تذهب الى الريفرنس او المصدر الخاص بهذه المعادله، ومن خلال هذاك المصدر تقدر تفتهم هذه المعادله. اذا ما فهمتها بالمصدر ايضا ممكن ترجع للكتاب اللي شارحها اول مره، لانه عاده في الكتب يشرحون تفاصيل اكثر. فهنا تلاحظ بأنه عملية قراءة البيبر هي ليست عملية يعني مو مثل ما تقرأ التكست بوك، يعني هي دائما يقول لك بأنه قراءة البيبر هي ليست مثل قراءة التكست بوك يعني الكتاب المصدري، وإنما هي عملية تفاعلية تبدأ بتحديد ما هي البيبرات الأفضل، ثم بعد ذلك إذا استقريت إلى أنه هذه البيبر ممكن تكون هي أساس لعملي راح ترجع تقرأها مرة ثانية بطريقة يعني مكثفة أكثر، وتركز على مثل ما ذكرنا يعني skimming vocabulary structure، وبعد ذلك يعني تحصل من عندها الريفلكشن، يعني انت دائما لازم تنطي انطباعك عليها دائما وياك الماركر اللي هو يعني قلم التحديد او القلم الملون، تحدد به المصطلحات الرئيسيه الامور الرئيسيه اللي انت تعتقد انه راح تكون نقاط دخول لبحثك الخاص بك يعني. واخيرا يعني ضروري جدا انه يعني تخرج من كل بيبر تقراها بملخص بسيط، يعني اما نصف صفحه او صفحه تكتبها بنفسك او انه انت محددها اوريدي يعني من خلال الماركر في داخل البيبر الاصليه.
هذا هو كل ما يخص يعني قراءة البيبرات وطريقة قراءة البيبرات. مثل ما ذكرنا هذه المكتبة رائعة جدا، تحتوي على الكثير من المصادر الخاصة بالبحث العلمي اللي هي Research Process، كل خطوات البحث العلمي موجودة هنا مشروحة. إذا حبيتوا أنه نشرح أي واحدة من أنتم في المستقبل فتركونا هذا الشيء بالتعليقات. أيضا مثل ما ذكرنا هذا الرابط راح يكون إن شاء الله أسفل هذا الفيديو. تحياتنا للجميع وتمنياتنا للجميع بالتوفيق في حياتهم العلمية والعملية. شكرا جزيلا ومع السلامة.